خلاص يا كبير، الحكومة رحلت. كنا سامعين ضرب نار واحنا بنصلي في الجامع. الحكومة ضربت اثنين من المطاريد وشالتهم ومشت. العمدة كان وياهم في الحملة دي؟ لا يا حاج، ما شفناهش معاهم. حد من اهل البلد جراله حاجة؟ لا يا حاج، كله بخير الحمد لله وحب على يدك. الحمد لله. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. يا جناب العمدة، في ايه ده تقيل؟ في ايه؟ الحاج عبد الجليل تحت. طب قلتلوش فاهم ايه؟ الكسف اقول لك ده. طب خد قول له انا نازل. هاي خبر ايه؟ وانا ذنبيه يعني؟ اهلا اهلا. وانا قلت ايه النور اللي تطل علينا ده؟ يا سلام، عبد الجليل اخويا الكبير. انا الحاج. اهلا. تفضل اخويا. شرفت نور. اهلا وسهلا. شوف يا ابو اخويا، تخابر ان العمودية ما خرجتش من العيلة واصل، واننا ورثنها ابا عن جد. ما صحش تقال في النجع ان في عمدة نايم على ودانه ومش دريان باللي بيحصل حواليه. ومين العمدة الواطخ دي؟ حضرتك اصرف نظر. ايوه، انا لسه جاي من عند مدير الامن. تعرف تقول لي انت ما اشتركتش في حملة المطاريد ليه؟ انا كنت بحقق في الحادثة اللي كانت على الطريق الزراعي. تحقق ولا ما تحقق شيء، انا جاي احذرك. لازم يا اخوي تفتح عينيك، تاخد بالك من كل صغيرة وكبيرة بتحصل في النجعة، وإلا العمودية تطير منيك. لا مش هيحصل واصل. انا عملت اللي علي، خد بالك يا اخوي. سلام عليكم. شرفت ونست. مع السلامة يا أخوي. السلامة أخوي كبير. السلامة يا حبيبي. هو عم هيكلمك ادي ليه؟ أمون شد العمدة برديك. اتبع على خيطك. ما تنحشش منه يا أخوي. بسع بسع. السيد مدير الامن كلفني اني اجيلك بنفسي، لانه واخد على خاطره منك، لانك قصرت في الحمله اللي حصلت على المطاريد وعايز يسمع عذرك. في الحقيقه عمده، انا قلت له ان اكيد في عذر قوي. ايه ردك يا عمده؟ حادثه الميكروباص والعربيه الناجله اللي حصلت على الطريق الصحراوي واللي راح فيها 12 بني ادم، كنت ساعتها بحقق في القضيه وقبضت على سواق التريلا، ولما عودت لقيت الحمله جدرت. معقوله سعاده الباشا اتقاعص مع المطاريد؟ أنا برضو قلت للسيد مدير الأمن إن عمدتنا مش ممكن يتقاعص أو يقصر. ما أنت عارف يا سيادة المأمور، داني ما بنامش. يا مجاهد تحت أمرك يا جناب العمدة. جهز زيارة لسعادة البيه المأمور. بيض يلا جد حيلك امشي. مالوش لازمة يا عمدة. مالوش لازمة ازاي؟ ده تأخيرك علينا يا سعادة الباشا. أمرك يا جناب العمدة. امشي يلا. وعملت إيه في سواق التريلا؟ قبضنا عليه سعادة الباشا، موجود في التخشيبة، وهبعته سعادتك تحقق معاه عن طريق النيابة. اطمن يا باشا، دبة النملة في البلد انا بعرفها. احنا رجالتك برضه يا سعادة الباشا. طبعا يا عمدة، انا عارف كده كويس.
انت واحد من رجالتنا المخلصين. ربنا يسر معاك وبارك فيك، شرفت ونورت وانست. استاذن انا يا عمده. مع السلامه يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا غريب؟ تمام يا خالد. بقول لك ايه، نقلة العلف توصل للحج محمود قبل الدنيا ما تليل. هخلي الشغل وراح له طوالي. ما لزمكش حاجة؟ سلامتك يا خالد. صح يا خالد، المعلم فتوح شيع لنا فلوس العلف النهارده. اتفضل. طب خليهم لما تجيب كشف حساب الانفار بخصمهم. امرك يا خالد. السلام عليكم. يا عم الحاج. ايه علي، مالك ملهوف كده ليه؟ الواد مندور يا عم الحاج ولد سليم قطع المية عن الجراطين اللي حلت بقالها يومين، الارض هتموت يا حاج. قطع المية؟ دي جريمة، اتخبط في نفوخ الولد ده ولا ايه؟ طب وليه يعمل معاك كده؟ عشان ما رضيش ابيع الجراطين يا عم الحاج. طب اسمع، بعد صلاة العشاء تجيني الدار انت وهو، سمع؟ خفيفة يا رسول كده. يا سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقعد يا احمد. كيفك يا أمّا؟ زينة يا ولد. كيفك يا فاطمة وكيف محفوظ جوزك؟ بخير يا أخوي الحمد لله. كيفك يا تهاني؟ بخير يا ود عمي. والله يا ولدي ما عارفاش هنعيش هنا ازاي وانت بعيد عني في الغربة. أباي غربتي بس يا أمّا، ما انا اديلي 4 سنين اهو بسافر مصر وعاود تاني، والتلفون موجود بكلمك واطمن عليكي. وبعدين يا أمّا مصر دلوقت ما بقتش غربة. اي مكان تبقى بعيد عني فيه تبقى غربة يا ولدي. وبعدها لك يا أمّاي، ان شاء الله يا اخوي تسافر وتعاود بشهادة كبيرة. اهو ده الكلام اللي يفتح النفس، يسمع من بوقك ربنا يا فاطمة يا اختي. يعني لو سافرت هتوحشك يا ولدي ولا خلاص مستعجل على السفر قوي؟ الا هتتوحشيني طبعا يا اما، هتتوحشيني قوي قوي. انت بس دعيلك ده يا حاجة ان ربنا يوفقني واكمل علامي علشان ما نضيعش المشوار ده كله على الفاضي. دعيالك يا ولدي، ربنا يوفقك وينصرك وينور طريقك ان شاء الله. تسلم يا اما. طيب اقوم انا الم الكراكيب بتاعتي بقى عشان اجهز نفسي بالاذن. تفضل. ارتاحي يا اختي، انا هقوم. ارتاحي. تسلم يا تهاني، تسلم. ايوه يا عمي. خدي، انا جبت لك القصه اللي قلت لك عليها بتاعت نجيب محفوظ. قصه سهله يعني وهتعجبك قوي، بس انت قريها. حاضر يا ولد عمي. شوف وشك بخير يا تهاني. بالسلامه يا اخويا، ربنا يرجعك بالسلامه.